السلام عليكم متابعين ديال ميكانور اكعبون. فيديو جديد، الفيديو اللي غادي نهضروا اليوم على لاديتيف والبروغراماسيون ديالو والتيراج ديال سي 5. كما كتشوفوا هذه سي 5 راه السيد جا عندنا من برا، راه شاف لاباج ديالنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك وشاف وعطينا لوكاليزاسيون وجا عندنا حتى المحل. مرحبا باي واحد. المهم هذه سي 5 فيها موتور الانسيس كما كتشوفوا، هذه مخنوقه كاع في التيراج، يعني ميته في التيراج. كما كتشوفوا حيدنا لها الكاتاليزور وحيدنا لها السيستم ديال الريح كامل، حيدناه كما كتشوفوا هو فين محطوط. غادي نحيدو غنطويه هو. هاد السيد هذا درت له دياغنوستيك ويبان ليا بانه لاديتيف اللور اللي كاين عنده واحد الريزيرفوار صغيره ما كاينش خاويه، ما فيها يعني ما فيها تقطره ما خاويه. حنا غادي نشريو له داك لاديتيف ونجيو وغادي نعمرو هاد الريزيرفوار ديالنا وغادي نبروغراميوها تولي الطوموبيل تبارك الله كتيري. اول حاجه تحيدوا واحد السيو كما كتشوفوا هنا جاي في الريزيرفوار من الجهه ديال اليمين، يعني وراء جهه الشمال، عفوا جهه ديال جهه الشيفور مور الشيفور. كما كتشوفوا كتحيدوا هاد السيو هذا. هاد لاديتيف هذا كاين ديال لاميزو وكاين لابرا، راه كاين الكوبي، يعني كاين الكوبي ماشي اوريجينال. الاوريجينال هو اللي كاين في لاميزو. انا غادي نوريكم في التصاور ونوريكم الفيديو ونوريكم يعني الطريقه ديال التركب ديالو. كما كتشوفوا هذا هو جنا على الشكل هذا، ها هو يعني الفيديو كيهز 3 يطرو، وهذا التيويات ديالو كيجيو معاه في الكرتونه. كما كتشوفوا هاد الروبيني هذا ونوريكم الطريقه ديالو. اول حاجه هو هاد التيو هذا فيه واحد الحصار، يعني باش كت هذا يعني كنشدو هاد 3 يطرو نحاولوا نخويو يطرو هنايا وكنخويوه في ديك الريسيرفوار ملي كتسلع عاوتاني نزيدو لها. هذا هاد لاديتيف كاين في لاميزو، يعني ماركه اوريجينال دوريجين ديال سي 5 انسيس. نعمرو القريعه ديالنا تقريبا كتهز يطرو، وغادي هي القرعه ديال الطوموبيل كتهز تقريبا 3 يطرو بالحساب. غادي نعمروها كما كتشوف، حنا عمرنا اليطرو ديالنا، القرعه كتهز يطرو، وغادي نبرونشيو التيو ديالنا وندوزوه للريزيرفوار كما كتشوفوا. غندوزوه هنا حيت ملي كتعمر تبين لك راه الروتور راسها كتبيرجي، راسها كي كتبيرجا كما كتشوف. شدو هذا اللي غادي للريزيرفوار نبلاصيوه ونخويو لاديتيف ديالنا. المهم ملي كتسالى هاد لاديتيف الطوموبيل كتخنق، هي كتعطيك اونتي بوليسيون ولا كتعطيك سيستيم ديال لاديتيف راه فلتر بارتيكولي، المهم كتعطيك شي ميساج بحال هكا. المهم ملي كتخوي هاد الريزيرفوار من لاديتيف التيراج كتنقص. علاش التيراج كيتنقص؟ هذا هو هاد السائل هذا هو اللي كي يفلتري الفلتر بارتيكولي، هو اللي كيفلتري الفلتر بارتيكولي والفاب بجوج بهم هو اللي كيفلتريهم، يعني باش ما كيتخنقش ديك الكاتاليزور. يعني هاد السيده دا جاب الطوموبيل بديك التيراج ما كاينش، منين قلبنا له شفنا بعدا درنا له دياغنوستيك عرفنا بان هاد الريزيرفوار خاويه. شدينا السيستيم كامل نقيناه ونطويناه ونقيناه مزيان، يعني حيدنا الفاب، حيدنا الكاتاليزور، حيدنا الاوجيير، حيدنا السيستيم ديال الريح كامل نطويناه، ولينا ركبنا ديك الشيء وبروغرامينا له الزيت ديالو، والامور تبارك الله دازت مخيره. كما كتشوفوا خواتنا اللي يطرو الاول والثاني والثالث هزت تقريبا 3 يطرو قل 4، حيت ديجا كان فيها واحد الشويه في البومبا ما كانش كدفعوا للريزيرفوار الكبيره ديال الغازوال. المهم هذا هو اللي كاين بالنسبه للسيتر وين هاش دي اي. بعد ما نطوينا لها وعمرنا لها لاديتيف ونطوينا لها الكاتاليزور ونطوينا لها ادميسيو كامل، دابا
هي الراسه مكسيريه خصها تكسيري حتى 3000 متر باركين. دابا هي الدياغنوستيك هي دايزه هنا غدوز، راه ما مكسيري ما والو، ها الراسه دايزه ان شاء الله تكون الامور مزيانه وتولي كتيري. كان معكم ميكانور اكابون، فيديو جديد، تبارك الله عليكم.